السلام عليكم. الله يحييك ويبارك فيك. في صحتك؟ وضعنا يوم جمعة في خطبة للولد إن شاء الله. إن شاء الله. دوندر عظيم؟ بإذن واحد أحد إن شاء الله. للي طلع من سجن صح؟ بالسلامة إن شاء الله. ألف مبروك إن شاء الله. بنت مين إن شاء الله؟ يلا بالبركة إن شاء الله. يلا يعطيك العافية. طبعا هاي طريق الحارة الشمالية، الشارع هذا البلدة القديمة تم تبليطها بالبلاط. يعطيك العافية محمد. هذا الدوار الشمالي طبعا لغاية يعني كان لغاية الستينات، بداية الستينات كانت هاي نهاية الطريق، ما كان في طرق فرعية ولا شيء. أنا بتذكر لما بنينا بيتنا في 57 البونة، يعني موجة البونة حطوها على الدوار. نقلوها مع حياة أبو سعيد الله يرحمه، كان عنده قافلة حمير ينقل عليها مواد البناء، لأن ما كان في شوارع، يعني حوالي كيلومتر كانت المسافة. طبعا هذا على اليمين السدر، منطقة السدر، وهاي على الشمال كان طبور الطحين، وهذه الحين انا في شارع زيتون الشيخ او العين الغربية. طبعا منطقة السدر كانت تمتد لها انا لعند دار الطويل، انا لعند النزلة، هاي منطقة السدر وهاي اسمها جورت العين. هذه المنطقة اللي على اليمين اسمها جورت العين، واللي على الشمال هذا زيتون الشيخ سعيد. السلام عليكم. الله يعطيكم. الحمد لله. طبعا هي وصلت البيت اللي هو بيت النعم. ايوه